مش هتبطلي العصبيه اللي انت فيها دي. طب ايه رايك بقى ان عصبيتي دي كنز لا يقدر بثمن؟ لا يا شيخ، او ربنا يحموكش، علماء النفس هم اللي قالوا كده، ان المراه العصبيه كنز ثمين، وفي 11 دليل على كلامي ده. افتي نمرة واحد ان هي صريحة وما بتعرفش الكذب ابدا، ونمرة اتنين بتقول اللي بيضايقها على طول كده هو فيك من غير اي فلتر، وهي انسانة عفوية وبسيطة. يا شيخة او ربنا هكدب ليه؟ نمرة اربعة بقى يا حموكشة قلبها طيب وحنين، ونمرة خمسة لو انت تعودت على عصبيتها هيبقى الامر بالنسبة لك حاجة مضحكة. رقم ستة بقى يا حموكشة ان هي شخصية مريحة نفسيا، ونمرة سبعة انك بتكسر الروتين في علاقتك معاها، ونمرة تمانية بقى انها طيبة جدا ومش مصطنعة. او ربنا. نمرة تسعة بقى يا حموكشة انها سريعة الروقان، بكلمة حلوة ونظرة في عينيها تلاقيها ضحكة شبه الهبلة. ونمرة عشرة انك هتحتاجها في الاوقات الصعبة. نمرة 11 بقى والمهم ان انت لازم تحافظ عليها لانها كنز ثمين بالفعل. السؤال بقى، كم واحدة عصبية موجودة معانا هنا؟ انا جعانة يا حموكشة. والله لسه كنت هقولك هتتغدي ايه. ايه رأيك نطلب شاورما؟ لا لا لا، شاورما ايه، شوف لنا حاجة تانية. ايه ده يا تنكة هانم، هو انت مش بتحب الشاورما؟ لا ما انا خلاص بطلتها. ليه؟ اصلي بقيت فيجيتاريان. ايه بقيتي ايه؟ فيجيتاريان. نهار ابوكي اسود، مين يا بنت اللي عمل فيكي كده؟ مين عمل ايه يا حموكشة؟ من امتى الكلام ده ان شاء الله؟ الله مالك يا حموكشة، وامك عارفة ان شاء الله ان انت بقيتي كده؟ ايوه طبعا ماما عارفة كل حاجة. يا لهوي يا نهار اسود، ايه ده ماله ده؟ يا لهوي عليك وعلى اللي هيجرالك. الله مالك يا حموكشة في ايه؟ يا نسبت السودا يعني ياما، ماله ده؟ الحتي يا تنكة؟ الحتي؟ الحتي ايه موكوس، انت اتجننت؟ اقول لأهل ايه انا دلوقتي؟ متجوز واحدة كفرة؟ ملحدة ايه وزفت ايه على دماغك اللي عايزة ضرب الجزمة دي؟ بقولك فيجيتيريان يا جاهل. يعني ايه؟ يعني ما باكلش لحوم. يا لهوي ليه يا ماما؟ فيك ايه يا ماما، تعيانة ولا ايه؟ هي اللحمة بتجيبلك اسهال؟ لا انا من نفسي كده فكرت وقلت ان انا يستحيل اكون سبب في قتل حيوان. شوف ازاي، ايه ذنب الحيوان يتذبح ويتاكل؟ انت ترضاها لنفسك؟ ده على اعتبار ان انا حيوان مثلا؟ الله ما تحترمي نفسك يا بنت انت. هو انت مش مكسوف من نفسك يا حموكشة؟ انت متخيل كام حيوان بيتذبح كل يوم علشان حضرتك تاكل وتلخ؟ يا سلام، هو حرام يعني؟ لا مش حرام، بس انت تقدر تختار ان انت تبقى بني ادم راقي وما تاكلش لحوم. امال اكل ايه ان شاء الله؟ تاكل خضار يا حموكشة، وتبقى نباتي زي كده. ابقى نباتي. طب بذمتك ايه ذنب النباتات عشان تاكليها؟ ايه ده اللي انت بتقوله ده اساسا؟ يعني هو عشان النبات يعني مسالم، ولا بيهش ولا بينش ولا حول له ولا قوه، نحش وناكل؟ ذنبه الوحيد يعني ان هو ربنا خلقه ان هو ما يقدرش يدافع عن نفسه؟ ايه القسوه دي، ايه الوحشيه والهمجيه دي؟ لا بس هو، طب انت تعرفي ان في ابحاث علميه بتؤكد النباتات بتحس وبتتالم؟ ما هو تروحي تيجي انت بمنتهى السفاله اللي في الدنيا تمسكي برتقانه كده وتعصريها، او طماطمايه مسالمه وتقطعيها ترانشات، او حزمه بقدونس مسالمه كده ووديعه في حالها تفرميها، او كسايه بريئه بتحلم لما تكبر تبقى قرع عسل تروحي مقوراها وتحشيها. في الحقيقه انت ترضي حد يعمل فيكي كده، يقورك ويحشيكي؟ لا طبعا بذمتك، انت مش مكسوفه من نفسك؟ بص بصراحه انت عندك حق يا حموكشه، انا مش عارفه ازاي انا كنت بعمل كده، ما كنتش متخيل ابدا يا تنكه يجيلك قلبي وتعملي كده. حقك عليا يا حموكشه، مش دي تنكه اللي انا حبيتها، لا مش دي تنكه الطيبه الحنينه اللي انا اخترتها من وسط بنات العالم. خلاص والنبي يا حموكشه ما تزعلش مني. ماشي هنتغدى ايه بقى؟ فته وكوارع ولحمه راس. ليكي في الممبار؟ طبعا. يلا يا حبيبتي باشا نتغدى. بقولك ايه يا تنكة، عارفة الست اللي جنبك دي؟ دي مالها؟ كانت عايزة تتجوزني زمان بس انا مرضتش. يا بنت المحظوظة يا بختك. بتقول ايه؟ بقول الدنيا حظوظ، كويس ان انت بقيت من حظي ونصيبي. اكيد امها دعيالها نفدت بجلدها.
انا اتربيت على الغالي، بس في ناس بتفهمها من الناحية المادية للأسف. انما بقى معنى اتربينا على الغالي يعني اتربينا على الاحترام والعشرة والمودة والعين الشبعانة والنفس العفيفة وحب الخير للغير والراس المرفوعة. هي دي التربية على الغالي. انت يا ست انت قومي. انت مين؟ انا العفريت. ما تخافيش انا مش هأذيك. امال عايز ايه؟ انا جاي احققلك 3 طلبات. لا مش عايزة حاجة، انصرف يا ستي. ما تبقيش غبية، بقولك 3 طلبات. يعني بجد ليا 3 طلبات؟ يعني اي حاجة اقولها هتحققها؟ ايوه طبعا. طب انا عايزة فلوس كتير. بس خلي بالك ان ال3 طلبات دول جوزك ليه الضعف منهم، اي حاجة هتطلبيها هو هيتحققله الضعف. بجد؟ خلاص بقى هعمل ايه؟ ماشي. عايزة 1,000,000 جنيه. تحت امرك. ايه ده؟ 1,000,000 جنيه بجد؟ كده جوزك بقى عنده 2,000,000. يا لهوي، يعني معاه 2,000,000، يعني ممكن يتجوز عليا. طب بقولك ايه، الطلب التاني، انا عايزة ابقى ست جميلة. تحت امرك. انا بقيت ست رشيقة وكمان حلوة. شكرا يا عفريت. كده جوزك بقى اجمل منك مرتين. يا خبر، يعني كده اكيد هيتجوز. بس على مين؟ انا عايزه يجيلي جلطه خفيفه كده في القلب. اه يا بنت النصحه، بيقولوا علينا احنا اللي شياطين. يا مجزم نظيفه مخبيه شرابات مقطوعه. في ناس عاملين نفسهم قصه وهم يا دوب سطر في ورقه. مش هكمل بقى، اكيد انتوا عارفين صح؟ لا عارف يكمل هو بقى.